فإن نبت المرجعية الدينية العليا يبدي بالغ أسفه للمصادمات التي وقعت بين أبناء العشيرتين الكريمتين في المدة الأخيرة، وسقوط العديد من الضحايا الأبرياء من الطرفين جراء ذلك. وإن يقدم تعازيه ومواساته للعوائل المفجوعة، فإنه يحث وجهاء العشيرتين وكبرائهما وأهل العقل والحكمة فيهما على السعي الحثيث لحل هذه الأزمة بالطرق المقبولة والمتعارفة في مثل هذه الحالات، تجنبا للمزيد من سفك الدماء وما يترتب على ذلك من انعدام الأمن وتعطيل الحياة العامة في الناحية. وقد بعثنا إليكم بوفد برئاسة فضيلة العلامة الجليل السيد محمد حسين العميد دام دليل لبذل المساعي الجميلة في هذا الصدد، فالمأمول منكم الاستجابة له ووضع حد نهائي للأزمة المذكورة. إن سماحة السيد دام ضده السيد المرجع الديني الأعلى الطائفة السيد علي حسين السيستاني دام ضده يدعو لكم جميعا بالخير والبركة وأن يدفع الله عنكم كل سوء ومكروه. حرر في 15 ربيع الأول سنة 1445 هجري هذه السنة.